ايه يا جميل؟ لا لا خالص، انا عارف انه خطأ غير مقصود، وانا مش وحش قوي علشان تفتكري اني هخلي الموضوع ده في دماغي. لا عيب، انت في الاول وفي الاخر طالبة عندي، والخطأ وارد. ماشي اوكي، لما اشوفك. مع السلامة. هو ليه ما بقاش يطلب يقعد معايا زي الأول؟ أنا حاسة إنه بقى بعيد أوي، وأنا كمان بقيت بعيد أوي. آخر مرة اشترى بدلة كانت من سنة، وأنا اللي جبتها له، ودي كانت آخر مرة خرجنا فيها. من بعدها كل واحد راح في ناحية. هو ليه ما بقاش مهتم بيا زي الأول؟ المشاعر بينا بقت باردة، نظراته ما بقاش فيها اللهفة والحب اللي كنت بشوفهم في عيني لما بيشوفني. كنت بحس بيه أول ما يقرب مني. أيوه، قد ايه هو مشتاق اننا نكون سوا. عينه كانت دايما بتقول لي انه محتاج لي، انه عمره ما هيقدر يبعد عني، واني اجمل واحده شافها في حياته. انت خارج؟ اه. رايح فين؟ انت نسيتي ولا ايه؟ النهارده الخميس، قعدة الصحاب. باي.
كويس انت مع الطلبه. انا سامع ان الدفعه بتاعتك السنه دي جامده قوي. تعبيط ولا ايه؟ دول الطلبه بتوعي. وانا قلت حاجه وحشه؟ قصدي يعني انك بتدرس لمناظر تفتح النفس. يا عم سيبك منه. شمس اخبارها ايه؟ شمس ولا حاجه. ولا حاجه؟ ولا حاجه ازاي؟ ده انا اخر مره شايفها فيها حسيت ان هي تعبانه قوي. ما هي في الفتره الاخيره بقت يا تعبانه يا بتشتكي. طب ما توديها للدكتور. هي مش محتاجه دكتور يكشف على جسمها، هي محتاجه دكتور نفساني. جننت يعني؟ عقبال اللي عندي يا رب. يا اخي حرام عليك. تصدق ما بقتش فاهمها. كانت زمان بتتكلم تقول اللي تعبها، دلوقتي بقت واخده جنبه على طول مع نفسها. وانا بصراحه ما بقتش زي الاول، ماليش خلق كل ده. وبالراحه يا عم الدكتور. كل حاجه وليها حد يا جلال. ما ينفعش ارجع البيت بعد شغل تعبان وقرف ووجع دماغ الاقيها مكشره، واجي اسالها اقول لها مالك؟ تقول لي مفيش حاجه. امال مكشره ليه؟ بقول لك ايه؟ طنس. ما بعرفش. لعلمك بقى انا بقلق لما مراتي بتضحك. اه والله انت بتبص لي، انت عارف لو ضحكت في يوم احس انها عامله مصيبه على طول، على طول مكشره ومبوزه. اكلمها اشوف لو عايزه حاجه. ايه ده؟ شكلي نسيت التليفون في البيت. يا خبر اسود، هو في حاجه مهمه؟ يا عمي ولا اي حاجه، تعمل باسورد. يا عم ما عنديش حاجه اخبيها، خفيف. تصبحوا على خير. انت من اهل شباب. أنا اللي فيه حاجة غلط، أنا أتأكد إن أنا اللي مش طبيعية. إذا طول الوقت حاسة إنه بعيد ولما بيقرب حاسة إني أنا اللي عايزة أبعد. أنا ما بقتش فاهمة نفسي في إيه؟ أنا حصل لي إيه؟ معقولة أكون أنا اللي ببعد وأنا مش واخدة بالي؟ إزيك؟ تأخرت عليكي؟ لا برضه مصممه ما تجيش العيادة؟ ما بحبش العيادة. لما بتجيلك بحس اني مجنونة. طيب يا ست ما يهمكيش، بس عايزة اقولك ان العيادة للطب النفسي مش للمجانين. عاملة ايه؟ ملخبطة مش فاهمة. انا وسليم لسه برضه واخد جنب؟ ده اللي انا كنت فاهماه، ده اللي انا كنت فاكراه لحد امبارح بالليل. امال ايه؟ انا اكتشفت اني مش طبيعيه، اكتشفت اني انا اللي واخده جنبي. ازاي؟ مش فاهمه. مش عارفه. انت حاسه انه يعرف واحده تانية؟ مش عارفه. حاسه. حاسه ولا متاكده؟ متأكدة.
شفتي هو ده اللي بتكلم فيه، تكرارك لكلمه خيانه خيانه وبيخوني خلى عقلك خلاص يسيف الكلمه، صور لك ان هو فعلا خانك، حطيتي الكلمه في عقلك عليها هايلايت في ستوري بزغلل عينك، خلاص بقى سيف بالظبط زي اللي بيخاف من الحشرات بتطلع له، اللي ماشي في شارع ضلمه وبيخاف من الكلاب والقطط بتطلع له. انت عارفه ان انا من يومين كنت بتفرج على فيلم اسمه واي ديد اي جيت ماريد؟ الفيلم ده لازم تشوفيه، بيتكلم على نسبيه 80 لـ20%، بيتكلم على الكمال في الحياه الزوجيه، مفيش انسان بياخد اكتر من 80% في شريك حياته، بيظهر لك ال 20% بتنبهري بيها، بتسيبي ال 80 وتروحي لل 20 بعد ما تبقي خربتي بيتك وحياتك. الانسان في العموم طماع، الانسان الذكي هو اللي يحافظ على ال 80% دي وما يتجرش ورا ال 20%. بنبالك مستمعينا، يا ايه اللي شاغل بالك كل ده؟ انت مفيش حاجه شاغله دماغي غيرك. لو فعلا كنت شاغل دماغك كنت سمعتيني وانا بندهلك. انت غيرت البرفيوم بتاعك؟ اه. ليه؟ يعني زهقت منه، بقالي كتير قوي بستعمله. زمان لما كنت بجيب لك هديه عمرك ما كنت بتزهق منها. ايوه بس انا بستعمله بقالي كتير، حتى من قبل ما نعرف بعض. صح، انا اسفه. شمس مالك؟ فيك حاجة متغيرة؟ حست مش على بعضك؟ في حاجة؟ لا أبدا خالص خالص، دي أنا ما بحبهاش. أنا أكتر حد يعرفك فاهمك. مالك؟ صدقني ما فيش حاجة. رايحة فين؟ مخنوقة شوية، هنزل اقعد في المكتب تحت، ممكن ابقى احسن. لو هو اللي كان ثابت في حالة زي دي، لو هو اللي كان قالك انه متضايق، لو هو اللي كان بعد عنك وهو محتاج لك، كنت هتعملي ايه؟ هتفكري ازاي؟ بس هو لازم يحس باللي انا فيه، لازم يفهم ان انا بعاني. بتعاني من ايه؟ ايه اللي جواكي؟ قولي، انتي نفسك مش عارفه. عايزاه هو يعرف. لا عارفه، اقول لك عارفه ايه؟ عارفه اللي مش عايزه اصدقه، اللي عقلي مش عايز يؤمن بيه، اني ما بقتش مهمه بالنسبه له.
من امتى؟ من امتى بتشرب سجاير يا شمس؟ أول مرة. دايما بشوفك وانت متضايق بتشرب سجاير وتقعد تنفخ، بحس انك بتكون احسن. قلت اقلدك، يمكن ابقى احسن. مالك؟ كلميني، في ايه؟ مفيش حاجة. سليم، ممكن اسألك سؤال؟ طبعا. انت بتحبني؟ ما تسكتش، لان سكوتك ده بيجنني. وانت فعلا مجنونة علشان تسألي سؤال زي ده؟ طب وليه ما ردتش على طول؟ ليه فكرت؟ علشان لا يمكن ومستحيل اني احب حد غيرك واقرب لحد غيرك. يا ترى فعلا قلبي بيحبني عشان بيحبني ولا عشان محتاجني؟ بقولك يا حبيبي، تيجي نطلع ننام؟ صباح الخير. صباح الخير. اتأخرت؟ جعانة، جعانة قوي ونفسي اكل اكل حلو. بقولك اتأخرت تقولي لي جعانة؟ ما انا جعانة فعلا وما بعرفش اتكلم ولا اعمل اي حاجة غير وانا شبعانة. شكلك مبسوط، قضيتي ليلة حلوة امبارح. ايه الكلام الغريب ده؟ اتصالحتي انت وسليم؟ هو احنا كنا متخاصمين؟ امال ايه امبارح زعلانة وتعيسة والحياة وحشة؟ يعني أنا جعانة يا هبة. هبة تفطري معايا؟ سبق عايزاك تحضري لي فطار حلو قوي على ذوقك. تحت أمرك. اعملي اللي انت عايزاه. تحت أمرك يا مدام شمس. ميرسي يا حبيبي. والله شكلك مبسوط. عادي. عادي ازاي؟ ما انت داخلة كأنك مخطوبة من أسبوع مثلا ولا حاجة، مش واحدة بقالها 5 سنين متجوزة. شكلك، لبسك، ضحكتك، نظرة عينك. أنا عايزة أبعد عن سليم. إزاي بقى؟ عايزة تطلقي؟ لا مش للدرجة دي، لكن عايزة أبعد شوية. يعني عايزة أتخيل شكل حياتي من غيره هيبقى إيه؟ عايزة أعرف هوحشه هيوحشني. أنا حاسة إني مش طبيعية ومش فاهمة حاجة ومش قادرة أتخيل حياتي من غير سليم. طب ما أنت أوريدي عايشة معاه وهو أعتقد إنه بيحبك وعايزك. لكن أنا مش عايزاه. طيب معلش عشان أنت توهتيني كده تاني. معلش من الأول. مش عارفه هتفهميني ولا لا، بس انا بحب سليم وما بقدرش اتخيل حياتي من غيره، وطول ما هو بعيد عني بحس بالخوف، ما بحسش بالامان غير وانا جنبه، لدرجه لما بيخرج ببقى هتجنن، بخاف، ببقى حاسه ان انا ممكن اركب عربيتي واروح له علشان اقعد جنبه وبس اشوفه عشان اطمن. وبعدين لما بيجي البيت ان انا مش عايزاه، مش طايقه قعدته، مش طايقه صوته، ولو فكر انه يلمسني ببقى مش عايزه. شمس انا مش عايزه اتسرع واكتب لك اي ادويه دلوقتي. انت بتاخدي اي دواء؟ لا. طيب بصي يا شمس، مش عارفه احط ايدي على مشكلتك انت بالذات. طيب انت قبل الجواز يا شمس كان عندك مشكله؟
عاطفية، مشكلة مع أهلك، عقدة في الطفولة مثلا، صارحيني، لازم لازم تقولي لي كل التفاصيل. أنا عارفة إن البنت الشرقية عندنا بيبقى عندها مشاكل قبل الجواز مع أهلها، عشان كده بعد الجواز لو جوزك حتى كويس جدا، مشاكلك النفسية معاهم بتأثر عليكي بالسلب، تخليكي مش مبسوطة في حياتك. طيب أنا هبسطها لك، سليم عمل حاجة تستدعي اللي انت فيه ده؟ يعني عمل حاجة زهرة؟ أنا حاسة إنه بيخون، مش إحساس، أنا متأكدة إنه بيخون، والفكرة دي الواحدة لما بتيجي في دماغي بتجنني، بتبقى مخلياني حاسة إني ممكن أموته، وبعدين ببقى عايزة أعرف مين دي وبيحبها لي أو فيها إيه شده، بحس إن أنا هتجن وعايزة أعرف بياخدها ويروحوا فين. مين اللي خلاكي تستسلمي يا شمس؟ شمس انا اتأخرت قوي على العيادة، هكلمك بالليل تمام؟ يلا حبيبتي بونا بتي. ثانك يو. طب ماشي هكلمك بعدين، باي باي. هاي هاي. ممكن؟ اتفضلي طبعا. شكلك كده كنت عايزه تقولي لي حاجه ورجعتي فيها. اوعي تفكري في حاجه وترجعي فيها، ده غلط. قولي لي بقى كنت بتفكري في ايه؟ مش فاهمه ايه اللي كنتي بتفكري فيه وانت قاعده هناك خلاكي تيجي تقعدي هنا. يعني عادي. طب اشربي سكر. انا ما بدخنش. ولا يهمك انا بشرب. قولي لي انت رقصه. رقصه؟ لا انا مش رقصه. انا اسفه. ولا يهمك ولا يهمك انا مش متضايقه خالص. قولي لي بقى كنت عايزه تقولي لي ايه بقى؟ كنت عايزه اطلب منك طلب غريب شويه. شكلها كده جوزك صح؟ هو عنده مشكله؟ لا 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 خالص. امال ايه؟ كنت عايزه اعرف إذا كان ممكن يعني إن هو يعرف واحدة غيرك ولا لأ. طب ماشي أنا موافقة. سليم 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 مساء الخير. مساء النور. انا اسف على الازعاج بس انا جاركم الجديد وكان في عندي مشكله، يعني
الحقيقه السباكه عندي بايظه خالص، فلو ممكن رقم تليفون حد سباك مثلا. اتفضل. اتفضل. متشكر جدا. رقم تليفونه. اسف على ازعاجك. لا. شمس، انت فين؟ في البيت؟ لا لا ولا حاجه، بطمن عليك بس انا هتاخر شويه. ايه يا دكتور قاعد لوحدك ليه؟ لا ولا حاجه. انت لسه زعلان انت وشمس؟ وحد قال لك ان احنا زعلانين؟ انت؟ انا؟ ايوه قعدتك دي بتقول ان انت وشمس زعلانين. اوعى تقول غير كده يا ابني، انا حافظك وعارفك كويس جدا، عارف ان انت مش ممكن تزعل او تعيش لنا في الكآبه دي غير ان شمس تكون زعلانه منك، او يمكن انا زعلان منها. وحشتيني. وانت كمان. عايز حاجة مني؟ هترجع على الغدا؟ لا. ليه؟ عندك حاجة مهمة؟ عندي حاجات كتير مهمة كنت مأجلها، بس من الواضح مش لازم أجل أي حاجة تاني. انت بتعمل ايه؟ انا اسف بس لقيت عندك نعناع، قلت يعني لو ما فيهاش قله ذوق مني اخد شويه. انا ما بعرفش اشرب الشاي من غيره. اوكي بس مش المفروض تستأذن؟ الحقيقه انا اتكسفت، خفت لا تقولي عليا بار تقيل من كتر الطلبات. لا اتس اوكي. Thank you.
الو، انا معاه دلوقتي. مع مين؟ جوزك سليم، مش برضه اسمه سليم؟ اه على فكره زي القمر، هكلمك كمان ساعه. انتوا فين؟ احنا في فندق في الهرم. قلتلك مطهر، خفت لحسن الجرح يعمل التهاب. شكرا. ازيك؟ اتأخرتي ليه؟ لسه سايباه حالا من الصبح. ليه؟ كنت بتقولوا ايه؟ في ايه؟ في اي حاجه. كنت بتقولوا ايه؟ بيعمل ايه؟ اي حاجه. كلام ملوش اي معنى، كانه بيقول لي كلام تافه، كانه عنده مشكله ومش عايز يتكلم فيها. زي ايه يعني؟ ما اقدرش اساله، شغلي اني انا انسيه مش افكره. طيب عملتوا ايه؟ كل اللي انت تتخيليه. انا لو منك ما نزلوش من البيت. طب قالك ايه؟ قالك ايه اكتر حاجه شدته فيكي؟ الصمت. الرجاله ما بيحبوش البنات اللي بتتكلم كتير، عشان مخهم بيفكر في بكره، دماغهم مليانه كلام. طبعا ده راجع عشان ضغط الشغل، بيفكروا في بكره والمستقبل. محتاجين ست تنسيهم كل ده، ما تفكرهمش بالحاجات دي. انت عرفتي كل الحاجات دي ازاي؟ شغلتي على فكره، بس جوزك مميز شويه، برحل ان هو بيحبك. ليه؟ كلمتي عنه؟ لا كلمتوش، هما جملتين قالوا. بيحبك جدا، بيقول ان هو عمره ما قرب لحد وحاسس ان هو سعيد، وبيقول انك انتي ليكي طعم تاني. معنى كده انه عرف عليا ستات كتير؟ لا كده معرفش، ما اقدرش اساله. انا متشكر. خليها المرة دي كادو مني ليكي، عشان جوزك كان حنين قوي معايا. هاجي معاك. مش هينفع. ليه مش هينفع؟ انت تنزل تروح تشوف شغلك وانا هقعد استناك، تخلص نقعد مع بعض. مش هبقى مستريح، هبقى طول الوقت مشغول بيكي. تقصد اني هكون حمل عليك؟ انا ما قلتش كده، بس انا رايح شغل وبمكان مقطوع وانت فاضيه. انت بتحاسبني عشان سبت شغلي؟ هو مين جاب سيره شغلك دلوقتي؟ لا انت تقصد ده. بقول لك ايه، بلاش فلسفتك دي، خد الكلام زي ما بقوله. انت فاكرني هبله؟ فاكرني هبله ولسه صغيره هصدق كل حاجه بتقولها لي؟ بس انا فاهمك. اقول لك سافر، روح اعمل اللي انت عايزه براحتك. انت عايز تطلعي يا شمس؟ تصرفاتك بتقول كده. انت معايا ومش معايا، مخك في حته تانية. انت فاكراني عبيط؟ انت فاكراني نسيت كنا ايه وبقينا ايه؟ انا مش مسافر علشان شغل، انا مسافر عشان ابقى لوحدي، علشان افكر وعلشان اعرف كل اللي بيحصل حواليا. عايز احدد اخرنا ايه. ساعات الواحد بيكتشف النقطه الغلط، وانا مش هزعل منك لو قلت كده.
أنا اللي مش طبيعية وأنا اللي بطلب الطلاق وأنت اللي مصدوم وعايز تسافر علشان تفكر في المصيبة اللي أنت فيها. أنت كده مبسوط؟ مرتاح؟ حاسس إنك مش ظالم حد؟ برافو. ريهام، انت مسافرة مع سليم؟ مسافرة معي؟ اوكي. أنا كده زيك؟ لا، أنت أحلى مني بكتير. بس هو شايفك أحلى. يمكن عشان مش بيشوفني كتير، يمكن عشان بيشوفني يوم في الأسبوع، بس أنا حاسة إنه بيشوفك ستة أكتر مني. جايز؟ طيب أنا عايزة أكون شبهك. مش هتعرفي، عشان أنت محتاجة حاجات كتيرة قوي لازم تتعلميها، والحاجات دي من كتر هي صغيرة صعب عليكي. لا مش صعب، سهل. بصي، الراجل محتاج يحس ان هو هنا وهنا. الراجل محتاج يحس ان هو اول راجل ومفيش بعديه. مساء الخير. مساء النور. اتفضل. لوحدك؟ واضح انك لوحدك. اتفضلي. عشاني؟ يعني قلت لازم أعبر عن امتناني ليكي. ليه؟ تعبت معايا بصراحة. مرة رقم تليفون سباك، مرة بسرق نعناع من الجنينة. وتسامحي؟ الله؟ أنت بتحبي المزيكا؟ أنا كمان بحب المزيكا.
انا هاخد قهوه ساده لو سمحت. وحضرتك؟ مظبوط. اوامر. لو سمحت ثانيه واحده، ممكن سيجاره؟ ممكن. في يا شمس؟ مالك؟ أنا مش طبيعية، حاسة إن في حاجات غريبة جوايا، بفكر في حاجات وعمري في حياتي ما كنت بفكر فيها. ليه بتقولي كده؟ عشان حاسة إن في حاجات جوايا بتحصل، حاسة بحاجات جوايا غريبة، أنا حاسة إني مش طبيعية. هو الشياطين فعلا بتلبس البني ادمين؟ لا طبعا، مين اللي قال كده؟ انا اللي بقول لك، انا بقيت افكر في حاجات وبعمل حاجات مش مظبوطه، صدقيني انا عارفه نفسي. بص يا شمس، مفيش عفاريت طبعا بتلبس حد، بس ممكن تعشش في دماغك لو انت اديتيها الفرصه. طب بقول لك ايه؟ انت ليه ما فكرتيش تبعدي يومين انت وسليم عن بعض؟ تعيدي ترتيب اوراقك، ترتبي افكارك. سليم مسافر. يبقى انت زعلانه عشان هو مسافر؟ لا، انا مش زعلانه ان هو سافر وبعد عني، لكن مش مصدقه هو ليه بيعمل كده. بيعمل ايه؟ بيخن. متاكده؟ اتأكدتي ازاي؟ مش جايز اللي قالك ولا قالتلك يبقى حد بيغير منك وعايز يخرب عليكي؟ غيران من نجاحك انت وجوزك، عايز يخرب عليكي وتعيشوا حياة فاشلة زيك؟ جايز، لكن مش هي دي الحقيقة. ايه هي الحقيقة؟ ان سليم بيخون، انا متأكدة. شمس، ما تخليش الاوهام تاكل دماغك، لازم يبقى فيه دليل في ايدك. خيانة كده مش كلمة سهلة أي حد يطلعها على التاني، لازم يبقى في دليل. أنا متأكدة، صدقيني. مش عليه. اسال على ايه؟ مش عايزه تعرفي بيعمل ايه؟ لا خلاص، مش عايزه اعرف. اقول لك على حاجه، انا غلطت ان انا اتكلمت معاكي من الاول. هو دلوقتي نايم، اصل سهرنا امبارح سهره كانت حلوه قوي، بيحب الضحك. اقول لك يا بختك بيه. Thank you.
ما حدش ياكل حاجه لغايه ما اخلص كل الاكل. استنيني لغايه لما اجي. هموت من جوع. طب ما انا كمان جعانه. جود باي. ممكن تستناني بقى دقيقة كمان؟ هروح اجيب الصينية من الفرن عشان أأكلك زي البيبيهات بإيديا. أنا بقولك إيه؟ أرجع لحاجة تانية خالص. لا مش هينفع، في أكل بجد في الفرن. إيه اللي هيحصل له يعني؟ هيتحرق. ما يتحرق. لا مش ما يولع. مش كل شوية ما يروح في 60 داهية. مش كل شوية هحرق أكل في الفرن. لا انتي عاملة في نفسك ليه كده؟ ايه اللي هتستفيديه؟ ما يعمل اللي يعمله، يا رب يعرف ميت واحدة. العيب مش فيكي، العيب فيه هو. هي وهو ما اتصلش من ساعة ما سافر ولا مرة، كأنه مصدق مبسوط. ممكن ما تتصليش بيا تاني. الكيكه الغرقانه بالشوكولاته زي ما طلبتي يا مدام شمس. ميرسي يا حبيبي. نعم. الله، أجمل صدفة في حياتي وأجمل حاجة ممكن تاكليها وتظبط مودك الشوكولاتة. أستاذ طارق، أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة. أنا فاهم أنت عايزة تقولي إيه. فاهم إيه؟ فاهم إن إحنا جيران وجايزة أكون جار تقيل ومتطفل بالنسبة لك. بس هعمل إيه؟ أنا ما أعرفش حد هنا ولا في المنطقة اللي لسه ناقل فيها دي. بصراحة كده بعتبر كلامي معاكي واللي حصل ما بيننا بداية صداقة. أستاذ طارق، أنا هتعرفي إن أنا إنسان كويس صدقيني. بص يا ستي، أنا كنت عايش في الزمالك، ما كنتش أتخيل إن أنا هسيب الزمالك أبدا أو هعزل منها. بقت دوشة وزحمة الزمالك، بس أنا بحب الهدوء، بحب العزلة. يمكن هو ده اللي بيخليني بلاقي صعوبة في اني اتعرف على الناس، وده اللي خليني ما اتجوزش لحد دلوقتي. بحب المزيكا، بحبها قوي. طب انت عارفة انا بشتغل ايه؟ لا. موزع موسيقي. الموسيقى دي حلم، عالم تاني، بحر لما تعيشي جواه تحس ان انت راكبه مركب، راكبه مركب على موجه عالي قوي، البحر بيلعب بيك يمين وشمال. ورغم خوفك تبقي عايزه تكملي ومش عايزه تنزلي. الموسيقى دي زي الحب، الحب اللي بيجي فجاه من غير ما البني ادم يعمل له حساب، زي الرغم اللي بتكتف العقل تخليه مش عارف ياخد قرار. اتفضلي يا مدام شمس.
أصعب شيء إن الإنسان يحب حاجة لدرجة الجنون. تعرفي إن في مقولة بتقول إن الستات كلها بتحب الشوكولاتة؟ عارفة. عارفة ليه؟ لا. عشان الشوكولاتة بتفهم الستات كويس قوي. عارفة هما محتاجين إيه بالظبط. الشوكولاتة عاملة زي المية. المية اللي بتنزل على جسم عطشان من سنين. هو أنا ممكن أعزمك على كوباية شاي عندي؟ بالنعناع؟ تفضل؟ تفضل؟ طبعاً يعني البيت عندك أحلى بكتير. مش شرط. دايماً البيت بيبقى حلو بالناس اللي عايشة فيه. مش صحيح. ممكن يكون البيت حلو جميل، ممكن يكون طرازه هايل، لكن مع الأسف اللي عايش فيه مش مقدر جماله. ساعات الإنسان بيبقى عنده شيء صعب إن هو يكرر، ومع الأسف ما بيحسش بقيمته غير لما يضيع منه. انت بتشتغل؟ كنت، لكن بعد الجواز سبت الشغل. خسارة. انا كمان ندمت. هعمل لك الشاي بقى. ثانية واحدة. عمرك حسيت ان انت قابلتي حد وحسيت انك شفتيه ملايين المرات وقريب منك قوي رغم انك اول مره تشوفيه؟ لا طبعا. متاكده؟ بصراحه ساعات بتحصل، انا نفسي بعاني منها لاني ما باخدش على الناس بسرعه، ولما باخد عليهم بيفهموني غلط. انت ليه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي؟ يعني زي ما تقولي كده، معظم علاقاتي اللي مرت كانت دايما بتنتهي بالفشل. انت السبب؟ جايز اكون انا السبب وجايز لا، ما اقدرش احدد، لكن كل اللي فهمته وتعلمته من تجاربي اللي قبل كده
إن العلاقات الإنسانية دي صعبة ومركبة، ودايماً بيكون فيها طرف مجني عليه خسران. يعني مش فاهم. أفهمك، إحنا في الأول بنحب بعض قوي وبنقرب لبعض لدرجة ما بنحسش فيها إن إحنا بنحاول نخنق بعض. بتتحول الأمور لحبل، حبل زي حبل المشنقة، بنخنق بيه نفسنا. الأول بنبقى مبسوطين جدا جدا، وكل واحد فينا بيحس إن هو خلاص حقق الحلم اللي هو بيحلم بيه. بنبقى عايزين الدنيا كلها تعرف إن إحنا مع بعض. في الآخر، في الآخر بنفوق، بنكتشف كل اللي عشناه ده كان وهم، وهم وانتهى خلاص. زي خطوط الإيد بالظبط، بتفرديها عشان حد يقراها، وبنصدق كل اللي يقوله لنا. لكن الحقيقة، الحقيقة إن الحقيقة لغز، لغز ومحدش يقدر يفهم. زي خطوط الإيد بالظبط، بتفرديها عشان حد يقراها، وبنصدق كل اللي يقوله لنا. لكن الحقيقة، الحقيقة إن الحقيقة لغز، لغز ومحدش يقدر يفهم. لازم أمشي. إزاي أدخل مكان مع حد ما أعرفوش؟ إزاي؟ إزاي أدخل بيت عمري ما شفته قبل كده ولا كان ليا بأي علاقة؟ إزاي؟ ازاي بلوم سليم وانا بعمل كده؟ ازاي؟ اطلعي برا. مش لما تحاسبيني؟ اطلعي برا. كنت عارفه انك هتعملي كده. اطلعي برا. يا حرام، ما نمتيش من امبارح طبعا، عماله دماغك تودي وتجيب. كان نفسك ما تعرفيش صح؟ اطلعي برا، مش عايزه اسمع حاجه. بس انتي هتجيلي تاني، عارفه ليه؟ عشان تعرفي اللي حصل بيني وبينه، وعشان تعرفي انا اكتشفت ايه. تعرفي انا عرفت ان هو بيحب ايه وبيكره ايه. اطلعي بره، مش عايزه اشوفك تاني. عارفه انك انت عمرك ما هتعرفي. انا مستنياكي في المطعم، فاكره المطعم؟ انا مستنياكي. كل ده هينتهي، كل ده كأنه ما حصلش. أنا لما يجي هقول له على كل حاجة، هقول له على جارنا، وهقول له اسمه إيه. أنت بتقابلي واحد ما تعرفيش اسمه؟
جيت امتى؟ من ساعات. كل ده نوم. انت كنت ميتة مش نايمة. كنت بتتكلمي وانت نايمة. كنت بتقولي حاجات غريبة أوي. قلت إيه؟ قلت إنك زعلانة مني، بس زعلانة من نفسك أكتر. قلت عايزة تسمعي مزيكا وتتعلميها. طلبتي من حد يعلمها لك. وحشتيني. قولي، اتبسطت في السفر؟ جدا. قوي؟ قوي. بتهيألي انها كانت افضل سفرية سفرها. كنت معاك حد من صحابك؟ لا. غريبة، عمرك ما حبيت تسافر لوحدك. كنت محتاج اكون لوحدي. كنت بفكر في كل حاجه بينا. وبعدين؟ شمس، انا ليه بحس انه بقينا بعاد عن بعض؟ ليه كل ما اقرب منك بحس انك بعيده؟ ليه بحس انه في برود؟ حاسس انه في حاجه غلط. ممكن أسألك سؤال وترد بصراحة؟ قولي. أنت تعرف واحدة عليا؟ لا. أكيد. ده على أساس إني بكتب؟ مش مصدقك. وأعمل إيه عشان تصدقيني؟ معرفش. دي مشكلتك مش مشكلتي. وليه ما تطمنيش؟ وايه الطريقه عشان اطمنك؟ معرفش. ما دام انت ما تعرفيش يبقى صعب عليا قوي اني اقول لك على الطريقه اللي تناسبك. ولو اكتشفت انك كذاب؟ اه. طب انا هقول لك على حاجه، اسمعيني كويس قوي. انت مش مستنيه مني اقول الحقيقه او الكذب. انت متاكده اني انا كذاب؟ او نفسك ابقى كذاب؟ نفسي تبقى كذاب. غريبه شويه. علشان ممكن من جواكي خلاص قررتي تدوري على حاجه تخلينا نبعد عن بعض. انت ليه عايز تحملني انا المسؤوليه؟ انا كمان جوايا افكار غريبه قوي. كل ده من تصرفاتك. مشكلتك انك مش شايفه نفسك. عايزه تشوفي بس اللي عايزه تشوفيه. كل مره بطلب منك حاجه بتعتبريها تحكم او اني بفرض سيطرتي عليكي. حتى لما طلبت منك تسيبي شغلك اعتبرتيه تدخل في حياتك او اني بمنعك من نجاحك. ولما مامتك طلبت منك الطلب ده وافقتي على طول. عشان مامي بتتكلم معايا بطريقه مختلفه. يبقى انت بتدوري على حد مختلف يتكلم بالطريقه اللي انت عايزاها. هتسيبني؟ لا، انا هنفذ اللي في دماغك مش اكتر. ولا هتروح للي كنت معاها؟ هي مين؟ انت فاكرني هبله وعبيطه؟ سهل انك تضحك عليا على طول. انا ما بقتش عارف اتفاهم معاكي. شمس، انت اتأخرتي ليه؟ انا مستنياك من الصبح. ايه، كنت متأكدة ان انا جاية؟ طبعا. غريبة؟ لا غريبة ولا حاجة، انا بس بفهم في الناس كويس. رحتوا فين؟
اشربي بس. رحتوا فين؟ أهم مكان على البحر. بيحب شرم. بالظبط. وبعدين؟ تخيلي أنت بقى. أنا مش جاية عشان أتخيل، أنا جاية عشان أسمع. بيحب الصبح يقعد في الشمس وساعات بينام وهو قاعد. تخيلي ان هو لما بياخد لون شكله بيبقى قمر قوي. صدقني انا اكتشفت ان هو بيغني. ساعات بيحب يغني الاغاني القديمه فريد فيروز. بالظبط. اول مره شفته كان اكتر حاجه عجبتني فيه صوته. صوته بيسحر. في حاجه غريبه، تحس انه في سكينه كده بتخش لقلبك، مش زي اي راجل عرفته في حياتي. اول مره احس انه حد يحسسني اني انا اهم ست في العالم. حبيت نفسي وانا معاه. تخيلي قبل ما ياكل يسالني تاكلي ايه، تشربي ايه. ده بيفتح الكرسي وانا بقعد، بيفتح لي الباب. أول مرة حد بيحترمني كده. لأول مرة أحس إني أنا هانم. حبيتني قوي وأنا معاه. عمره ما عمل كده. تخيلي أنا وإحنا مسافرين طريق طويل تعبت، نمت في حضنه. تصدقي ان هو مسك فيا؟ كان خايف اني انا اهرب منه. عارفه رغم انه ساعات بيقعد ساكت كتير قوي بس ساعات بيحب يتكلم لما بيكون بيفكر في حاجه او لما بيكون متضايق بيفكر بصوت عالي، بيتكلم كتير. ولو فكرتي تتكلمي مش هيسمعك، كانه مش شايف. بالظبط هو ده. ولو افتكر ايام زمان بيعيط. وبعدين ترجمة
انت فاكره ان انت بس اللي عايشه المشاكل دي؟ ناس كتير على فكره عندها نفس مشاكلك واكتر كمان. في ناس بتتمرض وتقلب الترابيزه زيك كده. في ناس بتفكر وتحاول تشوف حلول ويبداوا بنفسهم ويشوفوا ايه اساس المشكله ويحاولوا يحلوه. واكيد طبعا في ناس بتستكين وتمشي جنب الحيط عشان المركب تمشي ويقبلوا يعيشوا مخدوعين. ما بتتحسبش كده. جايز بيحسبوها انهم بيحافظوا على بيتهم. انت كمان يا شمس لازم تحافظي على بيتك. طب وهو ليه ما حافظش علي؟ الناس مش هتفهم ده. طب يا ستي مش جايز تكون انت ظلمه؟ ظلمه؟ ده حاسس ان هو زي ما يكون ما بيعملش حاجه، ما عندوش اي احساس بالذنب. ده مش فاهم ان هو مكشوف قدامي وهي دي المصيبه. شمس انت بترهقي نفسك زياده عن اللزوم. مش عايزه اخوفك واقولك ان ده ممكن يؤدي بيكي للجنون. بصي يا شمس حياتنا صعبه، الحياه عموما صعبه، مش بقفلها في وشك بس دي الحقيقه. مش مستاهله ابدا انك تعيشي نفسك في نكد لان الحياه اوريدي صعبه. المصيبه هتلاقي العمر مر بيكي وشعرك ابيض والايام جريت، تبصي وراكي تلاقي نفسك ضيعتي حياتك في تعاسه عشان وهم وسواس ملوش اي اساس. طيب ما فكرتيش انك ممكن تكوني مديه الموضوع اكبر من حجمه؟ لا. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان انا عرفت كل حاجه. ازاي؟ انا اتكلمت مع البنت اللي اعرفها. معقولة؟ كان لازم أعرف هو بيروح ليها ليه؟ كان لازم أعرف بيبعد عني ليه؟ كان لازم أعرف بيحب ليه يقعد معاها بالساعات يحكي ويضحك؟ اللي ما بيقدرش يقعد في مكان واحد ساعة. اللي هيجنني انها اقل مني كتير في حاجات كتير. عمل كده ليه؟ انا مش ممكن اعيش بعد النهارده معاه. مش هقدر، مش هقدر ابقى معاه في نفس البيت. مش هقدر يقرب مني. صعب صعب. الموم. يعني هتقعدي شويه هناك وترجعي؟ لا. آه. هقعد هناك على طول. على طول؟ ايه السبب؟ مش عايزه اقول. غريبه، مع ان اي تصرف بعمله لازم ابرر لك، ولا ده حق ليكي ولغيرك؟ لا لو سمحت مش وقت فلسفه. بس لطريقه كلامك فمن حقي بقى اتكلم بطريقتك. عن إذنك. قررتي ولميت هدومك وماشية مش همك حد، حسساني إنك عايشة لوحدك في البيت. طب ما أنا عايشة لوحدي في البيت، تقدر تقولي أنا أعرف عنك إيه؟ كل حاجة. زي إيه؟ صحابي، شغلي، كل حاجة أنا بحبها. وإيه تاني؟ إيه تاني؟ إيه اللي مخبيه؟ أنا مش مخبي حاجة.
انت كذاب وغامض وكل حياتك اسرار. مين قال كده؟ ممكن تقولي انت اتجوزتني ليه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ انت انسان اناني ما بتفكرش غير في نفسك، ما عندكش اي احساس بالبني ادم اللي عايشه معاك، وانا اللي غلطانه اني صدقت كلامك وكل حاجه، لان كل ده كان كذب كذب. استني هنا، ما ينفعش تقولي قبل ما افهم. افهم اللي تفهمه بعيد عني. لا مش بعيد عنك، انت لسه مراتي. سيب ايدي. مش هسيبك. عارفه ليه؟ انا كنت مستني اللحظه اللي اشوفك لسه بتكذبي. انا عمري ما تخيلتك ممكن تعملي كده. قلت لك 100 مره لو مش مرتاحه معايا قولي لي وانا اسيبك، بس خيانه لا. خيانه ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. مش فاهمه عشان كدابه. انا؟ ايوه انتي. انا عمري ما عملت كده. كنت عند طارق اللي اجر الفيلا اللي قدامنا بتعملي ايه؟ جالك وقعد معاك للصبح بيعمل ايه؟ انت فاهم غلط. لا فاهم صح. انا شفت كل حاجه بعيني. شفت ايه؟ انت طبعا فكرتيني اني سافرت. ها؟ انا ما سافرتش، انا خرجت من هنا رحت اجرت الشقه اللي قدامك. عارفه ليه؟ علشان اراقبك واشوف كنت بتعملي ايه من ورايا. انت كذاب. انت سافرت ومع ريهام. ريهام مين وبتاع مين؟ بطلي حوارات بقى وكد، بطلي كلام ملوش معنى. تعرفيه منين؟ معرفوش. كدابه. مش خرجتي معاه؟ مش جالك؟ مش رحتي له؟ ايوه لكن انت فاهم غلط، خليني اشرح لك. لا انا مش فاهم غلط، انا فاهم كل حاجه صح. انا عرفت كل حاجه. خلصت. زهقانه تعبانه شويه، مش طايقه نفسك شويه، تقولي لي انت خاين. كل ده عشان عايز تطلعي وتروحي عند حبيب القلب. خالص والله ابدا ما حصلش. لا انت بتعملي عنده ايه؟ كنت بتقولي ايه؟ عاجبك في ايه؟ انت مجنون. لا مش مجنون، كان بيروح لك ويجي لك ليه؟ انطي. والله ما حصل. انت كذاب، ابعد عني. انا مش مجنون، انا مجنون عشان حبيتك، مجنون علشان صدقتك، مجنون علشان حبيتك. انا هقتلك، انا هقتلك. تعالي تعالي هموتك. والله العظيم كل اللي فكرت ده وهمي. والله وهمي ايه؟ انا شفت كل حاجه بعيني. افتحي. والله مش صحيح، والله مش صحيح. وهم اللي انا شفته وهم صح؟ مش صحيح، كل اللي في دماغك مش صحيح. كذب كذب. تعالي يا خينا، تعالي هموتك، تعالي هموتك. خينا كدابه. ابعد عني. تعالي تعالي خينا. تعالي حلو قوي، حلو قوي. تعالي تعالي. ايه ابني ايه؟ قولي انك ما تعرفيهوش. ايه هو جاي بالصدفه؟ اصل الفيلا عندنا منفذه على الشارع، كل جاي ورايح بياخد استراحه عندنا. مش كده يا شمس الشموسه؟ انت تقصد ايه؟ انا مش فاهم حاجه. والله العظيم انت فاهم غلط، كل اللي اعرفه عنه ان هو جارنا، رحت زرته مره، لكن هو ده كل اللي حصل. انا اقول لك ايه اللي حصل؟ فهموني ايه اللي حصل بقى، انا مش فاهم حاجه. انا فاهمك. لا 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 لا. عملت كده ليه؟ لا لا ما تتجننش. لا لا. لا ايه اللي انت عملته ده؟ سليم سليم سليم، قوم قوم. لا لا قوم. ماليش في الكلاسيك يا شمس. ليه يا حبيبي؟ ده هيبقى يجنن علينا. ماشي عشان خاطرك البسه، مع اني بحس نفسي مخنوق فيها.
بس بخاف منه. ليه؟ عشان راجل يعني بتخون. ليه دايما الأفكار الوحشة مسيطرة عليكي؟ عشان دي مش أفكار، دي حقائق. وليه ما تقوليش إنها أوهام؟ ما أقدرش، عشان أنا عارفاك كويس وعارفة دماغك. أنت زعلت؟ آه زعلت. لما تفكيرك يبقى في كل ده لازم ازعل. انا واثقه فيك بس ما بثقش في الستات اللي انت بتقابلهم. يعني الستات هي اللي وحشه مش الرجاله؟ لا طبعا الستات غلابه، هو انتوا اللي شياطين. شياطين؟ شياطين اللي زينا بيموتوا في الملائكه اللي زيك. شمس في ايه؟ قلقتيني. انا تعبانه ما بنامش مش عارفه اعمل ايه. تعبانه الحقيقه. اهدي طول الوقت شايفه كل حاجه بتحصل مش عارفه اعمل ايه. هكتبلك حاجه اقوى من اللي كتبتها لك المره اللي فاتت. اهدي بس. اهدي ازاي؟ على طول شايفه كل حاجه بتحصل تاني. حاسه هيطلع لي اي وقت من البيت يقول لي تعالي مفيش حاجه حصلت. كل حاجه بتفكرني بيه مش عارفه انسى مش عارفه اعمل ايه. حاسه انه حلم كابوس مش عارفه اعمل ايه. يا شمس شمس ده قضاء ربنا يا حبيبتي. لا ده قدر ما ينفعش نعترض عليه. لا حاسه اني انا السبب. شمس ازاي؟ ايه ده؟ هو حد مات لك؟ انا مش عايزه اشوف وشك تاني. في انت عايزه ايه مني؟ عايزه ايه مني؟ في مش عايزه اشوفك تاني. اهدي يا شمس. هو انت اتخانقتي مع جوزك تاني؟ اتخانقت. مات. مات؟ خلاص راح. ايه؟ زعلانه قوي مش هتشوفيه تاني؟ وانا ازعل ليه؟ انا عمري ما شفته، ده انا حتى عمري ما كلمته في التليفون. أمال الكلام اللي أنت كنت بتقوليه ده كان إيه؟ عادي محتاجة فلوس وكلمتك استغليتك يا كل يا بنت الكلب. بس بقى أنت مزعلاني. هو أنا اللي كنت بشك فيه على الفاضي والمليان؟ هو أنا اللي زقيت عليه واحدة عشان تعرف إن هو بيخانق ولا لأ؟ فوق يا ماما فوق يا حبيبتي. أنت الوهم واخدك. لو عايزة تلومي لومي نفسك بس ما تلوميش غيرك. امشي. اهدي اهدي يا شمس. تعالي تعالي معلش معلش. انا السبب معلش. انا السبب. تعالي انا اللي موتته. انا اللي ضيعت كل حاجه مني. انا غبيه ضيعت كل حاجه في صوت قلبي وغلطت غبيه بوظت كل حاجه.